مونديال هشام فولاذ طبعا شيء جزء رئيسي في حياتي، خصوصا في رمضان. انا قلت حق اخوي محمد فولاذ ان انا معاك في اي بطوله تخص فولاذ. يكفي ان لما تحضر بطوله فولاذ تشوف ان كل من حاط يده، وتحس ان هالبطوله قايمه على محبه، قايمه على فريق عمل واحد، على قلب واحد، فتحس ان البطوله فيها بركه، قاعده تنجح كل سنه، قاعده تتطور. ويعني انا اشهد ان هي من احسن بطولات البحرين. الله يوفقهم ان شاء الله، واتشرف ان انا اكون في الفريق الاعلامي معاهم.